شبكة النقل الجديدة تراموايا التي ستربط بين مدينتي الرباط سلا بلغت الأشغال بها 80% وفق البرنامج المسطر مسبقا. اليوم شرع في التجارب العملية وكانت على مسافة كيلومترين انطلاقا من حي كريمة. روبورتاج سعيد غنام ومصطفى صفر. تجارب أولية بوسط شوارع مدينة سلا لعربة تراموايا. طاقم تقني متخصص أشرف صباح هذا اليوم على إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجريب هذه العربات والتي صممت وفق المقومات التراثية المغربية. اختبار التجهيزات المتحركة وأنظمة التسيير كانت ناجحة مما سيعزز الحركة الاقتصادية والاجتماعية. هذه المرحلة اللي بدأت اليوم هي مرحلة ديال التجارب اللي غنجربوا فيها البنية التحتية وغنجربوا فيها أيضا هذا القطار اللي هو من صنع فرنسي واللي اليوم توصلنا بأول قطار، بحيث أن شركة تراموي الرباط وسلا اللي هي شركة من شركات وكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق غادا تستقبل في الأشهر المقبلة 22 قطار. الأشغال ديال التراموي الآن هي متقدمة بنسبة تقريبا 80% على طول 20 كيلومتر. احنا في صدد بداية مرحلة مهمة وهي بداية التجارب التقنية اللي غتمكننا من تجريب جميع الآليات اللي قمنا بتجهيزها في هذه المرحلة. ومن أجل نقل مريح وضمانا لراحة الركاب تم توفير شروط سلامة وفقا للمعايير الدولية. غادي نحل بزاف ديال المشاكل. غادي تحط الترونسبور هو الأول. ولا خلاوها غادا تكون الدنيا مزيانة هنا في سلا. أنت كطالبي باش كطالبي الناس يحافظوا على هذا؟ كنطالب الناس يحافظوا عليه باش يخليوه مزيان ويخليوه الناس اللي موظفين ما عندهمش ترونسبور. والحمد لله الإشارة راه باينة. يعني انا تشرح قريب ان شاء الله، الله اعلم الانسان راه يعني على داكشي كنشوفو راه قريب. الترامواي حاجه زوينه لانه يحيد علينا التلوث ومبقاش يوسخ لينا البيئه، وبقى نمشينا لمدينه الرباط بقى فاش نلقاو فاش بقى نركبو. الطلبه كيعانيو من ازمه النقل، بحيث اللي كيبغي يطلع السويسي كيشد جو طاكسيات وكيتعطل عليه الكور، بحيث الترامواي غادي يحل لنا المشكل ديال التنقل، وبذلك يعني نوصلوا في الوقت المناسب. ويجمع التراموي بين عملية إحداث خطوط جديدة للنقل مع رؤية جديدة لحركة السير من منطلق حمولته الوظيفية الخاصة بنقل الركاب للمساهمة في تهيئة جديدة للمجال الحضري.